سيجي كير لي ناعم، وطبعا مع الاستشوار راح يفرق معي، راح نشوف مع بعض بعد ما استشور لها. اول شيء راح اوريكم نوعية شعر هام سيجي كير لي ناعم، وطبعا مع الاستشوار راح يفرق معي، راح نشوف مع بعض بعد ما استشور لها. اول شيء راح اوريكم نوعية، وقبل لا استشور لها طبعا راح ابخلها من بخاخ الحماية من الحرارة. طبعا البخاخ هذا لابيل بروتكت مدعم بالأرجان الطبيعي ويعطي ترطيب إضافي للشعر، غير إنه فيه فيتامين ها. يعني إذا بخيت من هذا البخاخ اللي هو لابيل بروتكت راح يحمي لك الشعر من حرارة الجهاز. طبعا راح أتكلم لكم عن جهاز لابيل برش بنسخته الثانية. طبعا الجهاز غني عن التعريف، انباع الفترة الماضية ما شاء الله أكثر من 300,000 جهاز. الحين مسوين خصم قوي في الموقع والفروع، وفوقها شحن مجاني حتى لو كان طلبك بس جهاز واحد فقط، وباستخدام الكود حقي أقول لكم عن المميزات الجديدة في النسخة الثامنة. صارت قوة الحرارة 1100، وهذا النوع الوحيد بالمملكة بهذه القوة. يعني كل الأجهزة المشابهة له ما فيها نفس القوة اللي موجودة الحين في جهاز لابيل برش. الشعيرات صارت أقوى، تتحمل الحرارة أكثر، الاستشوار مختلف من نوعه، يعطيك فوليوم رهيب، ومن الجذور معي. بس كيف من مرتين تقريبا، مرتين بس مشيت عليه ما شاء الله، وغير كذا الفوليوم اللي معطيه فرق. الجهاز يجنن، انصح فيه وبقوة. شوفوا بس معاي كيف طلع. اول شيء عطى لمعة، ثاني شيء الفوليوم مرة يجنن، وهذا وانا ما شدت حيلي، يعني ينقال لي سريع سريع، اخذ مني اقل بعد من 10 دقائق. انصح فيه يا بنات والله العظيم من تجربة، انه يستاهل كل ريال. ونيجي الحين للابيل، يجي منه 3 احجام، ونيجي الحين للابيل كيرلي كلاسيك. طبعا يجي منه 3 احجام، موت هذا اللي اقدر اقوله. يعني تسوي تسريحتك في بيتك، ريحتك وانسى.